بتنازلات سوء الامتصاص صور عنا في عوز فيتامين دال بيؤدي لي بدور الكساح، نقص الفيتامينات المنحلة بالدسم الكدة من أرفاء الكدة، اضطرابات عوز مناعة ثانوي بصير عنا، نقص فيتامين كاف بيساوينا استعداد نصفي، نقص حمض الفوليك بيساوينا فقر دم كبير الخلايا، نقص البروتينات بيساوينا وزمات، نقص الحديد بيساوينا فقر دم بعوز الحديد. هاي كلها الأعراض الشائعة بتنازلات سوء الامتصاص. بنحكي على بعض العلامات اللي بتوجهنا لبعض الأمراض. إذا كان عندي إسهال مزمن زائد وزمة، غالبا المرض هو اعتلال فاقد البروتين. إذا عندي إسهال مزمن زائد تبقر الأصابع، غالبا المرض هو داء زلاقي أو داء ليفيكيسي. إذا عندي إسهال مزمن زائد التهاب جلد تحوله للفم وسلاق، غالبا اعتلال أمعاء مع التهاب جلد نهايات المرض. إذا عندي إسهال مزمن مع تقشر حول الشرج وزائد توزع غازي في البطن، غالبا هذا المرض التقشر حول الشرج مع إسهال مزمن مع توزع غازي في البطن، هذا غالبا سوء امتصاص السكاكر. إذا عندي إسهال مزمن مع شعر مقصف، يعني شعر مقصف، شو بسموه بالعربي مقصف، يعني متعب، غالبا ميكس كندي، هذا التنازل نحكي عليه هلا لاحقا. بعض مواصفات البراز اللي بتوجه للتشخيص. اذا اسهال شحمي غزير منذ الولادة، المرض غالبا داء كيسي ليفي. إذا إسهال مائي منذ الولادة، غالباً الإسهال هذا هو فاقد الكلور، المرض إسهال فاقد الكلور. إذا الإسهال كان مائي بعد الربع الأولى، غالباً المرض هو عوز لاكتاز بدئي، بس سوء امتصاص كلوكوز أو كلاكتوز. إذا صار عندي إسهال بعد 24 ساعة من إدخال حليب البقر، غالباً هذا عدم تحمل حليب البقر أو تحسر حليب إذا صار عندي إسهال بعد 24 ساعة من إدخال حليب البقر، غالبا تحسس من حليب البقر للمرض. إذا صار عندي استمرار إسهال أكثر من أسبوع بعد شفاء من التهاب أمعاء، طفل عنده التهاب أمعاء وبعد أسبوع صار عنده إسهال استمر عنده، هذا عوز لاكتاز ثانوي. إذا صار عندي الإسهال بعد 24 ساعة من إدخال حليب صناعي، ولد كان عم يرضع من أمه وعطيناه حليب صناعي، هذا غالبا تحسس من حليب البقر كمان. إذا إسهال مائي صار عندي وغازات بعد التغذية بحليب البقر، هذا غالبا حوز سكروز أو إيزومالتوز. إذا عندي إسهال مستمر مع ارتفاع حامضات زائد ارتشاح بالحامضات زائد ارتفاع الاي جي اي، هذا غالبا التهاب كولون بالحامضات. هذول أنواع الإسهالات وكل واحدة إيش ما بيجي عرض غالبا بيشخص لي المرض. تقييم مريض سوء الامتصاص أو اللي عنده إسهال مزمن، دائما قصة سريرية، فحص سريري، ولا ننسى اختبار العرق واختبار البراز، ولا ننسى دائما بالقصة سوء الامتصاص تعمل له طاقة محيطية بالدم. إذا كان عندي نقص لمفاويات مع إسهال مزمن، غالبا توسع أوعية لمفاوي التشخيص، انتبهوا على هاي شغلة هامة جدا. إسهال مزمن مع نقص الأنفاويات غالبا توسع أوعية لمنفاوية، بينما إسهال مزمن مع نقص عدلات غالبا تنازل شوشبان دياموند. في عندي اختبارات نوعية مثل اختبار الدكسيلوز، هذا لتحري سوء الامتصاص السكاكر. في اختبار بنسميه بيأتش هواء النفس، هذا بتحري سوء الامتصاص السكاكر. عادة الاختبارات الأدق هي اختبارات خزعمعوية وعيارة الأنزيم. يمكن نعمل قياس كمية الشحم في عينة البراز لمدة 3 أيام. يمكن نعاير الفيتامينات المنحلة بالدسم مثل الكدة ومفرزات الصفراء.
يمكن نعمل اختبار الفا انتيتريبسين في البراز، نتحرس امتصاص البروتينات. يمكن نعمل اختبار وظائف البنكرياس الخارجيه. اشع مرض بسوي لنا سوء الامتصاص هو الداء اللي في الكيسي ومن شخصه مثل ما حكينا سابقا، معايير التشخيص وخاصه اختبار العرق لا تنسوا. في الداء اللي في الكيسي لازم نعرف اختبار عيار التريبوسون جين بيكون مرتفع، بينما بمتلازمة شواشمان تيامون بيكون تريبسوجينين منخفض، وفي عندي عوز بالسلسلة الحمراء. إذا سوء امتصاص مع انخفاض التريبسوجينين وعوز في السلسلة الحمراء هذا غالبا دياموند، عفوا شواشمان دياموند. في عندي مرض اسمه الاي بي اس عند الأطفال أو متلازمة الكولون الهيوجة، بتظاهر بعمر 3 شهور يا 6 سنوات، ما بنشوف عندي مشكلة بالشوارد، لا انخفاض الصوديوم ولا انخفاض البوتاسيوم ولا عندي تجفاف، غالبا في قصة عائلية. وفي عندي اسهال مزمن. تمام، اذا وهو اشياء سبب للاسهال المزمن، اذا الاي بي اس عند الاطفال بتظهر باسهال مزمن بعمر 3 شهور 3 سنوات، ما في تجفاف، ما في قصة عائلية، وما بنشوف اضطراب الشوارد. هذا غالبا شو هو اي بي اس عند الاطفال، هو اشع سبب للاسهال المزمن عند الاطفال اي بي اس وليس سوء الامتصاص. انتبهوا دائما فكوا بالاي بي اس، بالاسهال المزمن عند الاطفال اهم من سوء الامتصاص حكينا عليها سابقا. خلينا نرجع لمحاضرتنا المكتوبه في الكتاب، لانه الشباب ما شاء الله حيطيل المحاضره الجميله من الار بي سيز باقي حكي المحاضره كلها حكي انا، لذلك اضطريت احط بس حكي بس سؤال ما زال. تفضل حكيم. الاي بي اس هو طابع لانه بسبب امساك اكثر من الاسهال عند الاطفال، اسهال بساوي. تمام، نحن قلنا الاطفال عالم خاص مستقل بذاته ما علاقه بالداخليه. تمام، نحكي على اسباب الاسهال دائما. نحن سابقا ما حكينا رتجبي كلمة، بس حطوها هي كمان إضافة. رتجبي كلمة هو أشعة تشوه خلقي في الجهاز الهضمي تحت سنتين، عادة بترافق مع البنكرياس الحلقية. أعراضه قد يكون عرضي أو غير عرضي، بترافق حكينا سابقا بنزف هضمي سفلي غير مؤلم وبيكون هائل. التشريح المرضي بنشوف مخاطية المعدة موجودة في الأمعاء. شو ريتوجيميكل؟ مخاطية معدة موجودة في الأمعاء. التشخيص الأكيد التكنيسيوم 99 من شخصه من نظار مشعة، نشوف مخاطية المعدة وين موجودة في الأمعاء، وعلاجه جراحي. بكرة إذا أعطيناكم فصل الجاي جراحة أطفال بنشرح عليه بالتفصيل. هلا بنرجع لمحاضرتنا، بنحكي على الأمراض الأمعاء الدقيقة والكولونات على السريع نحكيهم. الرتق هو انسداد تام بالأمعاء المعدية، ما في شيء إضافي يا زملاء، هذا اختصر جدا بتقروا الكل انتو، لأنه كلمات جدا بسيطة بتقروا المحاضرة، لأنه اختصر جدا بس الشغلات الإضافية بضيف لكم إياها. تمام، الرتق هو انسداد تام، التضيق هو حصار جزئي. تمام، طبعا الرتق عادة تشخيصه أسرع وأسهل. ليش؟ لأنه رتق كامل في أعراض صريحة، التضيق هو تشخيصه بيكون أصعب. المظاهر السريرية بتختلف حسب السبب ومستوى الانسداد. الانسدادات التي تصيب العفج والجزء الدارمي الصائب بتكون اقياءات صفراوية، بنحكيها فصل الجاي بالتفصيل جراحة الأطفال إذا أنا أعطيتكم إياها أو حدا بيعطيكم إياها. تمام، إذا الاقياءات الصفراوية عرفوا مستوى الانسداد وين بيكون بالعفج والجزء الدارمي من الصائم. أما انسداد القصب القاصي بالأمعاء بيؤدي الى تمدد ملحوظ في البطن. العفج والقصب الدارمي الصائم تمدد قليل مع اقياءات صفراويه، واحيانا القصب القاصي بيساوي لي اقياءات برازيه المستوى ادنى، بصير عندي اقياءات برازيه. ودائما مثل ما حكينا الانسداد قد يترافق بقلاء ناقص الكلور. يوحي وجود الحماض وارتفاع كريات البيض وتغوط الدم وجود احتشاء امعاء.
تمام. الانسدادات دائما يا جماعه والتشوهات في مستوى العظام عند الام شو بيكون عندنا؟ ضيفوها هي استسقاء سائل سلوي حكيناها سابقا وكثير اخذتوها بالجنين. المشاكل الهضميه دائما بتترافق مع استسقاء سائل سلوي، بينما المشاكل الكلويه مع نقص سائل سلوي. التشخيص دائما بيعتمد على القصه السريريه بالتصوير الشعاعي. عادة منشوف توسع بالهرة المعوية وسويات سائلة غازية. دائما وجود التكلسات بالبرتوان بيوجهنا لالتهاب أو التهابه بالعقي. التكلسات داخلة معاه بتوحينا بالعلوص العقي. يا جماعة تدبير المشاكل الجراحية دائما أول شيء الاي بي سي وتعويض السوائل والشوارد، بعدين اخر شيء العمل الجراحي. يعني بيجي المريض تعبان ما بدخله على العمليه، بزبط له سوائله وشوارده، ودائما بنحط الجيوب انجي تيوب يعني انبوب انفي معدي لتخفيف الضغط على معاه، ويمكن نعطي احيانا الصادات. تمام. الصفحه اللي بعدها خلينا نحكيه بالتفصيل. نبدا بانسداد العفج. دائما يا جماعة إذا جيب قصة سريرية أنا بالامتحان، طفل عنده تنازل داون وعنده قيادات صفراوية منذ اليوم الأول دون توسع البطن، صلحوها دون توسع البطن، مكتوبة هون توسع البطن، هي دون توسع البطن مكتوبة. تمام. وحكينا سابقا الانسدادات على مستوى العفج بيكون إشي ما في توسع بطن، دون توسع البطن. تمام. هاي بتكون عادة انسداد عفج. وبصورة البطن شايفينها بالكتاب، انزلي تحت بنتي شوي بالصورة. علامة الفقاعة المزدوجة، أيام نجيبها صورة سريرية، ولد عمره يوم، قياس صفراوية، عنده تنازل داون، وهي صورة البطن. خلص هذا رتق عفج. وي حدا يخربط فيها؟ يوم أول قياس صفراوية، ولد عبرجة بوحلي عبرجة أصفر، وعنده دبل بلاب او الفقاعة المزدوجة شايفينها بصورة البطن وداون. هذا غالبا شو التشخيص؟ بدنا شو تشخيصه؟ فاتحين المايكات ورايحين الزملاء. انسداد العفج. انسداد عفج هي قصة سريرية دائما شبه ثابت بالدورات بيجي دائما. بس شفتوا دبل بلاب قياس صفراوية وناكو تنازل داون، هذا دبل بلوب، هذا رتق عفج بدون يوم اتريزيا طبعا. والقاعدة الفقهية بالطب ان دائما تشوه بجور تشوهات عادة بنتحرى تشوهات مرافقة. نيكست. العلاج دائما جراحي. شو علاجه؟ جراحي. بينما على الوصل العقي عادة نحقن الجاستروفرين. تمام. وحقن الجاستروفرين هذا التشخيص تفريقي الى اي انسداد العلوص، وغالبا شو بتكون؟ بتفشل 50% ونضطر نعمل جراحة. سوء دوران الامعاء على السريع نحكي عليها. الدوران غير كامل للامعاء، وبنعرف اثناء الحياه الجنينيه اذا درستوا جنين كنتوا شاطرين فيه، في بصير عندي دوران للامعاء، بينتهي الدوران البطني وبتثبت المساريق على الامعاء المساريقه في الشهر الثالث الحملي. في عندي شيء اسمه اربطه لاد، واحيانا تشوهات الامعاء بتترافق قلنا مع تشوهات قلبيه وخلقيه. الدوران عادة بتظهر أول 6 أشهر بالعمر بأعراض انسدادية، وأحيانا بتأخر ظهوره لأعمار متأخرة بشكل هجمات من الألم البطني الراجع والإقياءات وسوء الامتصاص وفرط التكاثر الجرثومي والاعتدال المعوي المضيع للبروتين. دائما اذا شفتوا قياءات مع الم بطني عند ولد فكروا بسوء الامتصاص، وبتعملوا ايكو دوبلر
بتشوفوا عادة الشريان المساريقي العلوي بيكون أيسر، أي علامة موجهة ضيفوها هاي. تمام، مكتوبة بالصفحة اللي بعدها ب 72 اللي بالصفحة اللي بعدها بنتي. وعادة سوء الامتصاص أحيانا بنشوفه بصورة ظليلة. هلا بنحكي بالتفصيل بالفصل الجاي بجراحة الأطفال، بنحكي بالتفصيل. سوء الدورة بيكون عرضي وعدى 50%. طيب، وأي سوء دورة يمكن بيجيني بنوبة حادة بيساوي لي انسداد. التشخيص عادة صورة شعاعية ظليلة يوحي توضع الوريد المساريقي العلوي أيسر الشريان بالإيكو لسوء الدوران. هي حكيناها سابقا وركزوا عليها. الوريد بيكون أيمن هون عادة أيسر، إذا درستوها بالتشريح الوريد المساريقي العلوي بيكون أيسر الشريان. تمام، كل سوء دوران بنحاول ندخله جراحي. ليش؟ لأنه بأي لحظة يمكن يدخل بنوبة حادة ويعمل لي مشاكل. تمام، نحكي على ذا هرشبرونك. وانتو معي ولا في حدا؟ دكتور معك. تمام، طيب وما عم نعجل؟ عم تستوعبوا معي؟ والله يا دكتور عم تستعجل شوي، بس المعلومات مفهومة كله بالكتاب موجود. لما شيء إضافي ولا كذا مو موجود بنركز عليه. هرشبرونك هو الأسرع أشباب الازدياد المعوي السفلي عند الأطفال، نسبته عدد 5000 ولادة، عادة بيصوب الذكور أكثر من الإناث. شو مشكلته؟ في عندي مشكلة بالأمعاء، مال عصيب، إما غياب الخلايا العقدية في جدار الأمعاء. تمام، ليش بتوقف؟ لأنه بتوقف هجرتها في الحياة الجنينية، وهي عادة بتهاجر من قصر بالجزء الداني أو القاصي للأمعاء، بتروح على الأمعاء بقية الأمعاء هون بيوقف هجرتها. هاي الشقفة اللي ما فيها تعصيب إما تكون محدودة بالمستقيم والسين في 75% من الحالات، وأحيانا 10% من الحالات بتصيب كل الأمعاء والكولون بالذات، يعني بتصيب الكولون كله. إذا 75% في الحالات بتكون محصورة بالمستقيم والسين، و10% بتصيب كل الكولونات. وغالبا في عندي قصة عائلية، يعني الطفل عنده هرشبرونك وأخوه وأمه وعندهم هرشبرونك. عادة الزملاء بيضيفون، هي إضافة اللي لازم تعرفوها. الإمساك الوظيفي عادة بيكون بعد سنتين منذ الولادة، عادة أو بعد الولادة بيكون هرشبرونك. تأخر النمو عادة بيكون نادر مع الإمساك الوظيفي، بينما تأخر من النمو أو فشل النمو مع هرشبرونك يكون شائع. بالإمساك الوظيفي ما بنشوف توسع بطن، على عكس هرشبرونك بنشوف توسع بطن. عدم كسب الوزن نادر مع الإمساك الوظيفي، وبينما يكون شائع مع هرشبرونك. ودائما قلنا التنازل بجر تنازلات، غالبا هرشبرونك في عندي متلازمة داون، متلازمات أخرى وتخلف عقلي، توحد، صغر محيط الرأس. لازم تعرفوا تماما المستقيم بيكون فارغ بالمس الشرجي، بالإمساك بالهرشبرونك بدأ بالإمساك الوظيفي بيكون ممتلئ. هاي علامة تشخيصية ضيفوها إذا ما هي مضافة، موجودة تحت، بس بيكون المستقيم فارغ بالمس الشرجي بهرشبرونك بالإمساك الوظيفي بيكون ممتلئ. هاي شغلة كتير سهلة، جاك طفل عنده إمساك إمساك شلون بتعرفه هرشبرونك ولا إمساك وظيفي؟ بتعمل له بي آر. إذا شفت المستقيم ملام براز هذا إمساك وظيفي، المستقيم فاضي وبعد شوي صار عنده خروج انفجاري هذا هرشبرونك. التشخيص عادة نسيجي، بنشوف غياب الظفائر بعد الولادة عادة، بنفكر فيه إذا تأخر إفراغ العقل بعد أكثر من 40 ساعة. هو أشياء سبب الانسداد الأمعاء الغليظة عند حديثي الولادة. القصة سريرية، في عندي الأم تقول لك الولد عنده إمساك منذ صعوبات في إفراغ البراز منذ الأسابيع الأولى. من جس بجس البطن بنشوف كتلة برازية في القسم السفلي الأيسر من البطن، والمستقيم بيكون فارغ ومقوية الشرجية بتكون طبيعية. هي قصة سريرية بالامتحان يمكن تجي. حديث ولادي عنده كتلة
برازية في القسم السفلي الأيسر من البطن، عملنا له بي آر طلع البس الشرجي المستقيم فارغ، على عكس الإمساك الوظيفي قلنا المستقيم ممتلئ وقوية الشرج بيكون طبيعية، وغالبا بعد البي آر قلنا بيصير عندي إسهال انفجاري ورائحة كريهة جدا جدا، هذا لازم نفكر فيه دائما هرشبروك. إذا الطفل حديث ولادة عمره أشهر يراجعك بقصة إمساك مع فشل النمو مع جلسة كتلة برازية في القسم السفلي الأيسر من البطن المستقيم فارغ والقوية الشرجية طبيعية، شو هذا هرشبروك؟ شو التشخيص؟ خزعة مستقيم بالجراحة هي المعيار الذهبي. كمان في طريقة تانية ننفي فيها الإمساك، ننفي فيها هرشبرونك، هي اختبار رفع الضغط بالمستقيم. نقوم برفع الضغط في المستقيم ما بيؤدي إلى ارتخاء مسرة شرجية، بينما بالحالة الطبيعية بترتخي المسرة الشرجية. هلا بنحكي عليها بالتفصيل. تمام، التصوير الشعاعي الظليل ما بنجري قبل الشهر الأول، بنشوف منطقة انتقالية، بنشوف منطقة متوسعة ومنطقة بتضيقة. ليش؟ في منطقة متوسعة البراز فيها، منطقة بتضيقة هي المنطقة اللي ما فيها تعصيب، البراز بتجمع بعدين بيطلع بآلية الإفراغ بالإيش بيسموه بالامتلاء بالإفاضة. تدبيره دائما جراحي بعمر 6 شهور إلى سنة، ضيفوا هاي كلمة 6 شهور لسنة. في عندي أمراض دائما بصيب الذكور أكثر من الإناث، حكيناها بكذا موضوع بس نرجع نركز هو ضيفوها، هاي الذكور أكثر من الإناث، تضيق بواب البلادي، هرشبرونك، انغلاف أمعاء، سلاسل البراز، هدول كلهم بيصيبوا الذكور أكثر من الإناث. طيب ضيق بواب البلادي ضيفوها إذا ما تذكروها، هرشبرونك، سلاسل البراز، والانغلاف الأمعاء، هدول كلهم بيصيبوا الذكور أكثر من الإناث. نحكي على السريع، إذا درستوها كتير أمعاء الأمراض الأمعاء الالتهابية، قولي بي الصفحة بنتي. تمام، طيب أشع مرضين هن داء كرون والتهاب الكولون التقرحي. عادة في عندي قصة عائلية، إذا في إصابة الأبوين بتزيد عندي التوائم، بيكون عندي وفي متلازمات وراثية مثل التونر وداء غزل الكلوكوجين واضطرابات المناعة المختلفة، هدول بيكون فيها، وفي عندي وسائط التهابية الانتيولوجي الآلية الإمراضية. بالدول الأجنبية كتير منتشرة، أي آخر سطر بالصفحة إذا شايفين، بسبب طبيعة الفاست فود همبرجر وبيتزا وما بيطبخوا بالبيت كله فاست فود، والدول الصناعية عندهم إياها أكتر. عن في سبب بيزيدها هو زيادة المضادات الحيوية استخدامها العشوائي، كمان بيزيد أمراض الالتهاب الأمعاء الالتهابية. دائما معظم الأمراض هي عبارة عن عامل بيئي مع عن شخص مستعد وراثيا، يعني في قصة وراثية وبيأكل فاست فود، هذا غالبا عرضة للإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية. هذا الجدول جدا هام وكل سنة بيجي منه سؤال، التهاب داء كرون النزف المستقيمي بيكون شائع بالتهاب الكولون التقرحي، الإسهال البخاطي القيح شائع بالتهاب الكولون القرحي، الألام البطنية الكتلة البطنية إصابة اللفائفي فشل نمو والداء حول الشرج أشع في داء كرون، إصابة الكولونات 100% بيكون التهاب الكولون القرحي لأنه اسمه التهاب كولون قرحي، بتكون نسبة 50%، تقيح الجلد المواتي بيكون شائع بالتهاب الكولون القرحي، النواسير والتضيقات أشع بداء كرون، التهاب الكولون السمي بيكون موجود جدا في التهاب الكولون القرحي، الحمامة العقدة أشع بداء كرون، الحبيبومات بتكون بداء كرون، وخطط تسرطن بيكون داء بالتهاب الكولون القرحي أكثر، والإصابة الطرق الصفراوية أشع بالتهاب الكولون القرحي. هذا كل سنة بيجي سؤالة منهم،
كل ما يلي صح حول ذا كرون عدا بتحط كلهم أشياء 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 واحدة أندر أو بالعكس. التظاهرات خارج المعوية كمان أشياء وين بداء كرون كفشل نمو. إذا شفتوا فشل نمو ممكن تفكروا بداء كرون أكثر من التهاب الكولون القرحي. بينما إصابة المفاصل والجلد والعين والجهاز الكبد الصفراوي حكيناها وين بتكون أشياء بالتهاب الكولون وداء كرون كمان بتكون موجودة. في عندي تظاهرات خارج هضمية لأمراض الأمعاء الالتهابية اللي هي داء كرون أو التهاب الكولون التقرحي. في عندي تظاهرات هيكلية، في تظاهرات دموية، تظاهرات عينية، التهاب مفاصل، التهاب فقاط، تخلخل العظام، التهاب غشاء ذليلي. في عندي فقد دم بعوز الحديد. أي مرض مزمن يمكن يسوي لي فقد دم بعوز الحديد، فما بالكم بداء كرون التهاب الكولون التقرحي. عوز فيتامين ب 12. عندي خلاعات فموية، التهاب زوايا الفم، التهاب لسان، التهاب ملتحبة، فشل نمو، تأخر بلوغ، حصيات كلوية، التهاب كلية، نفروز، سوء امتصاص، التهاب جنب، شغاف، اعتلاء عضلة القلبية، كلها بنشوفهم. طيب نحكي هلا بالتفصيل على السريع. التهاب الكولون القرحي هو اضطراب التهابي مزمن بيصيب الكولون، ما بيصيب السبيل المعوي العلوي، يبدأ دائما من المستقيم ويسمى التهاب المستقيم القرحي، يمتد للأعلى باتجاه الداني حول عدة حوالي 30% من الأطفال. هو عادة بيصيب المستقيم، بس إذا صاب كل الكولونات بنسميه التهاب الكولون الشامل. نادرا جدا نشوفه بالأعمار الصغيرة. إذا شفناه بالأعمار الصغيرة يمكن يدخل بالتشخيص التفريقي له تحسس حليب البقر. بتشكل التهاب المستقيم القرحي حوالي نصف الحالات، لذلك يسموه التهاب الكولون القرحي. غالبا بتظهر لدينا بإسهال مدمع مخاطي. وفي عندي أعراض كولونية. شو الأعراض الكولونية؟ إسهال وزحير والحاح وألم بطني، هي أعراض كولونية تمام. وغالبا في عندي نقص وزن، أحيانا بيجيني بشكل صائق جدا وهي حالة إسعافية، بشكل ترفع حروري، وزمات، نقص ألبومين، ارتفاع كريات البيض وتغوط مدمع. أحيانا ونادرا بتظهر فقط في نزف مستقيم دون إسهال. هنا في أحيان بتترافق بتظاهرات خارج معوية مثل تقيح الجلد البواطي، التهاب الطرق الصفراوية، التهاب كبد، والتهاب فقار. ودائما هدول الأمراض بيسووا لنا دائما فشل نمو وفقر دم. اختلاطاته هو نزف تسرطن، عادة بعد 10 سنوات بإصابة تقريبا 1% من الأطفال بصير عندهم سرطان. إذا كان محدد بجزء فقط بتراجع وبتقول نسبة السرطان. وهذا الحكي كتير بيفيدني بشغلة مهمة، إنه كل طفل عنده أو كل شخص عنده التهاب كولون قرحي أكثر من 10 سنين لازم أتحرّاله سرطان الكولون. شو بنتحرّى؟ أما بالتنظير وبناخد خزعة. تمام؟ واضحة الفكرة؟ كل طفل أو كبير عنده التهاب كولون قرحي أكثر من 10 سنين صار له عنده، لازم أتحرى له التهاب أو سرطان الكولون. التشخيص عادة قصة سريرية واضحة، مخبريا ما في شيء واضح عندي غير إنه إيجابية الأضداد الأنتي نيوكلير أنتي بادي تبعات الهيولة النووية بتكون مرتفعة وهي نوعية تمام، وبيكون عندي ارتفاع نسبي في البراز الكابوبروتيكينين، هي نوعية جدا هي بيمكن يعملوها. التنظير الهضمي إذا نظرنا يمكن نشوف قرحات صغيرة. دائما يا زملاء أي إسهال مزمن مع فشل نمو أنتم أو كان فكرتوا بالتهاب كولون قرحي قد يكون سرطان، لازم نعمل تنظير.
أي شيء بسبب لي أعراض هضمية مزمنة وخاصة سببت فشل نمو لازم تنظير. أي ألم بطني مزمن تعمل إيكو، ما طلع عندك شيء مثلا شيء بالإيكو يمكن تفكر بتنظير هضمي علوي أو سفلي حسب الأعراض. لا تنسوا التنظير، نحن من شعوب ما كثير نعمل تنظير. التنظير في دول برا مثل زحف الدم مثل السي بي سي، تنظير بيعملوا تنظير كثير. نحن تنظير يا لطيف، تنظير هضمي سفلي لا لا ما بدي دكتور، بيموت وبصير معه سرطان ما بيعمل تنظير هضمي سفلي. لا تمام يا زملاء، يعني واجبكم أطباء مستقبل أنه توجهوا باتجاه التنظير. التنظير صار إجراء روتيني بأدى الحاجة إليه. أي أعراض هضمية وخاصة إذا مزمنة وبالذات إذا ترافقت مع مشاكل أخرى وفشل نمو هي يا التهاب كولون يا سرطان يا شيء، بدنا تنظير ونأخذ خزعة. طبعا في عندي متلاطم استطباب وحيد له اذا كان عند التهاب كولون عرطل سمي او مرض صاعق. ليش؟ لانه الامعاء بتكون كتير رخوه، بجي بنظره بصير عندي انسقاب. اذا التهاب كولون عرطل صاعق بس نظرت الامعاء هي بغيرش فيها الشيء، بستنى لطروت نوبل حاده وبعمل تنظير. التصوير الظليل بنشوف مظهر الكولونات كانبوب الرصاص. انزلي بنتي على الصوره. بنشوف ما في طيات كولونيه، اذا بتتكبر معك الصوره شوي بنشوف الكولونات مثل انبوب الرصاص، لا في طيات وشكلها مثل انبوب الرصاص. تمام شوفوها ما في طيات، الكولون بكون جعلك عاده في طيات مخاطيه، هم بنشوفه سوي مثل انبوب الرصاص. طبعا الرحضه الباريتيه اذا نعمل تصوير ظليل كمان مثل ما قلنا التنظيم مضاد استطباق فذلك الرحضه الباريتيه. ليش؟ كمان يمكن يصير عندي انسخاب. التشخيص تفريقي يونكشن لاين بهجات التهاب كولون شعاعي لنفوما المعوية كلهم بيدخل بالتشخيص التفريقي. المعالجة جدا هامة وسؤال الفحص. في حال التهاب الكولون الخفيف بيستخدم 5 أمينو ساليسيلات. في الحالات المتوسطة والشديدة يمكن يستخدم الاسترويدات القشرية. إذا الحالات خفيفة ما في استرويدات قشرية، في الحالات شديدة إذا كان ما استجاب على استرويدات يمكن نعطي مثبطات المناعة. إذا أول خط هو 5 أمينو ساليسيلات الحالات البسيطة، بعده خاصة بتمثل الخمسة أمينو ساليسيلات السلفة سلازينة يا جماعة كتير منتشر وبيستخدموه. تمام الحالات المتوسطة والشديدة ما استجابت على الخمسة أمينو ساليسيلات أو السلفة سلازين نستخدم استرويدات، ما استجاب على استرويدات نعم مثبطات مناعة. إذا ثلاث خطوط خفيف متوسط ما استجاب. تمام لكن يا جماعة الهجوع عادة يحتاج فترة طويلة. ما استجاب بعد 6 شهور يمكن نعمل جراحة. استطبابات العمل الجراحي سؤال امتحان. فشل علاج الدوائي عدم سيطرة على الأعراض انسقاب، يعني أخذنا دواء 6 شهور ما استجاب، أخذنا دواء ولسع في أعراض صار انسقاب، الناس في الغزير، وجود دليل على عسر التصنف المخاطية وذا السرطان، هدول كلهم نعمل له جراحة. إذا احفظوا العلاج 5 أمينو ساليسيلات سترويدات مثبطات مناعة، خط أول ثاني ثالث. داكرون داكرون هون على عكس التهاب الكولون القرحي يمكن يصيب أي جزء من جهاز الهضم من الفم إلى الشرج. هني كنا فقط بيصيب الكولون والمستقيم والسين يمكن بنسبة يصيب كل الكولونات، هون لا بيصيب كل جهاز الهضم. ميزته هذا التهاب داكرون بيكون إصابته شبقية، يعني في مناطق طبيعية بين المناطق المصابة. التهاب الكولون القرحي بيصيب بس المخاطية. نيكست الصفحة اللي بعدها، بينما الداكرون بيصيب كامل جدار الأمعاء. التظاهرات السريرية حسب موقع الإصابة إنه بصيب من الفم إلى الشرج وبصيب كامل مخاطي كامل جدار الأمعاء، بينما التهاب الكولون القرحي بصيب
المخاطية فقط. طبعا التهاب القولون العرطل السمي بيصيب كل الأجزاء كمان، هذا حالة استثنائية من التهاب القولون القرحي. إذا كان صارت عندي الإصابة في القولون اللفائفي إصابة سفلية، ألم بطني، أعراض قولونية بتصير، ألم بطني مع سهال مدمة. إذا التهاب اللفائفي بس بتساوي لي ألم بطني سفلي أيمن. بصير عندي إصابة حول الشارج، بصير عندي داغ مياسم ونواسير وخراجات. بينما إذا صاف مستوى على الأمعاء الدقيقة المعدة والاستعشارية بنشوف ألم شرسوفي وأقياءات، بينما بإصابة كولون ما بشوف أقياءات. طيب داغ كرون أعراضه الجهازية أصرخ أوضح، في عندي ترفع حروري، عندي وهن، واحيانا دم يا الجماعه بتظهر بفشل نمو. اذا كل فشل نمو عند اطفال فكروا بداء كرون، وخاصه انه احيانا ما بتطلع عندي اعراض معويه بعد سنه سنتين من فشل نمو. واضحه الفكره؟ اختلاطات ونزف، انسقاب، نواسير، خراجات، تظاهرات وخارج الهضميه، قلاع فموي، حمامه، واحيانا الاصابه الواسعه الامعاء بتساوي لي شيء اسمه متلازمه الامعاء القصيره. التشخيص التفريقي بيدخل فيه اعتلالات الأمعاء الخمجية وكل أسباب فشل النمو. التشخيص دائما قصة سريرية، وخاصة بتشارك عندي هون ألم بطني في الربع السفلي الأيمن، إسهال، إقياء، قهم، خسارة وزن، تراجع نمو، وتظاهرات الخارج الهضمية مثل قلاع فموي، مثل الحمامة، مثل متلازمة الأمعاء القصيرة. كل هذا بيعطيني بيوجهني لداء كرون. سريريا الطفل مدمف مصاب بمرض مزمن شاحب، فاشل، عنده فشل نمو، عنده مضض بالبطن، المضض بتوسع عادة في الربع السفلي الأيمن من البطن، وفي عندي هون غالبا أن تظاهرات حور شرجية نيك ما في بالتهاب كولون قرحي، التهاب مفاصل وإصابة عينية وتظاهرات جلدية منشوفها، تظاهرات جلدية عفوا. Next. مثل أي مرض مزمن منشوف فقر دم، ارتفاع سر تسفل، كليات بيض، بروتين ارتكاسي كله مرتفع منشوف، بس غالبا في عندي هون اختبار شوي نوعي بسموه الأضداد الفطرية السكرية الجعوية في 55% من الحالات، هذا اختبار بيعملوه على الدم RSCL هيك بسموه. التصوير الظليل بنشوف هنيك علامة النزلي على الصورة بنتي، هنيك بنشوف علامة أنبوب الرصاص، وبنشوف علامة الحجر المرصوف. إذا أنبوب الرصاص بنشوفه بالتهاب الكولون القرحي داء كرون بنشوف عليه فيه علامة حجر الرصيف. طبعا التشخيص الأكيد هو التنزيل الهضمي والخزعة، الموجودات النوعية بنشوف حبيبومات غير محتسل للتجبن، هاي بالتنزيل وبالخزعة. العلاج، علاج هجومي وعلاج صياني. علاج هجومي استرويدات قشرية، تغذية وريدية بالإضافة للTNF ألفا، مضادات TNF ألفا. دائما نعطيها TNF ألفا، نعطيها في حال عدم الاستجابة على الاسترويدات وفي حال ترافقه مع مشاكل حول الشرج. علاج الصيانة نعطي مثبطات مناعة، ميتوتركسات، السلسات والصادات مستخدمة فقط في المحافظة على الهجوع. إذا سلازرين بيستخدموا في التهاب الكولون القرحي، هون لا ما عندنا هالاستخدام، هون في عندنا استخدام دواء جديد اذا ما تحسن هو انتي تي ان اف الفا. الاسترويدات هون فقط مستخدمه في العلاج الهجومي، بينما التهاب الكولون القرحي هي جزء من الكورس، هون فقط في العلاج الهجومي، في معالجه الصيانه ما بتفيدني ابدا هون استرويدات.
طبعا بما انه في قلنا علاج جديد هي المضادات او المعالجات البيولوجيه هي المضادات التي ان اف الفا، الصادات يمكن استخدم سيبروفلوكساسين مترونيدازول. انتبهوا يا جماعه، مترونيدازول بداء كرون، تمام، انتي تي ان اف الفا بداء كرون، استرويدات باثنيناتهم، بس استرويدات بداء كرون بالمعالجه الهجوميه فقط. الجراحه هو نادره ما نلجأ لها، على عكس داء التهاب الكولون القرحي. مرض موضع شوفه صغيره، مو معقول استأصل كل الامعاء، اذا كان اصابه من الفم الشرج بستأصل كل الجهاز الهضمي، ما بصير. المرض الموضع الذي لا يستجيب للمعالجه الدوائيه، وكل مريض لا يستجيب للمعالجه الدوائيه بعمل له هذا، انتبهوا. فقط اذا مشكله موضع بجزء معين من الامعاء او الكولون وما استجابت على العلاج الدوائي بتجي للعمل الجراحي، بينما اذا كل الجهاز الهضمي وما استجاب على العلاج الدوائي ما بحسب استأصله كل الجهاز الهضمي. النزف المعند على العلاج، الانسقاب، خراجات البطن النواسير. هذا باختصار التهاب الكولون النخري وداء كرون. الله ننتقل الفقرة اللي بعدها، والمرض الهام جدا هو الداء الزلاخي. هذا كثير بيهمني بطب الأطفال، هو مرض مناعي جهازي. ضيفه إضافة، هو التهاب مزمن متواصل بالخلايا التائية، مرض مناعي جهازي ذاتي بين قوسين التهاب مزمن متواصل بالخلايا الجهازية. آخر دراسات بتشير إنه 1% من الأطفال منتشر لديه، يعني إذا إحنا 100 طالب في بالدفعة معناته 1 مننا، إذا 200 طالب في عنا 2 منهم عندهم داء زلاخي. يحدث بعد تناول بروتين الجلوتين وهذا موجود في القمح والشعير. إذا الأعراض عادة تظهر بعد ما ندخل الأكل على الأطفال بعد عمر 6 شهور، قمح، شعير، الشوفان، تمام. الشوفان حاليا موضوع نقاش، بس لسه بقولوا انه كمان فيه له تظاهرات هضمية واخرى خارج هضمية. هو عبارة، ضيفوا هاي الكلمة، على تحسس على الالفا جليادين، تحسس على الالفا جليادين. الزبر الرسيجية الاشعة للاصابة هي الهلا دي كيو 2، ما هي موجودة، ها ضيفوها، الهلا دي كيو 2 والهلا دي كيو 8. له تظاهرات هضمية وتظاهرات خارج هضمية. في عوامل مؤهبة له، عوامل تتعلق بالنمط الغذائي، مواعيد ادخال الجلوتين، عوامل انتانية مثل الإصابة بالرتة، عوامل وراثية، وأن عند أقارب المريض بتزيد النسبة بنسبة 10%، وأن الزمن النسيجية هلا دي كيو 2 وهلا دي كيو 8. وهي صارت حاليا سؤال فحصة، هدول الزمن النسيجية هلا بنشوف بمخطط التشخيص إن الجزء من التشخيص. الأعراض السريرية يا جماعة، الأعراض السريرية إسهال، هلا بنشوف 10% من الحالات بصير عندنا إمساك، إذا إسهال و10% من الحالات إمساك بعد إدخال الجلوتين، يعني الخبز، الشعير، الحنطة، أي شيء، كعكة، بسكويتة، دخلوا الولد صار عنده إسهال بعد ادخاله، و10% من حالات امساك مع فقر دم غير مفسر، ضيفوها يا اسهال وامساك وين موجوده، قصر قامه، عقم، اعتلال اعصاب، حاصات، اختلاجات، واحيانا بيكون عادي مترافق مع اداء سكري معتمد على الانسولين، عوز الاي جي اي، متلازم داون. هذول كله العدد عند التشوه بجر تشوهات، والمرض بجر امراض. تمام، نرجع نحكي الأعراض السريرية. إذا إسهال مزمن، نيكست، الصفحة اللي بعدها من تي. التظاهرات السريرية، أيوة، إذا التظاهرات السريرية في الشكل الكلاسيكي بعد إدخال القمح
ومشتقاته بعمر 6-7 شهور موجودة في خلال عمر سنة سنتين. لا اشخطوا اكتبوا بعد ادخال القمح ومشتقاته بعمر 6-7 شهور، اشخطوا كلمة سنة سنتين. السهال المزمن أشع علامة فشل النمو وتطبل البطن. إذا السهال المزمن وأشع علامة هي فشل النمو وتطبل البطن، إذا كل طفل دخلنا له قمح صار عنده سهال مزمن وفشل النمو أشع علامة وتطبل البطن، هذا داء زلاقي سريريا. ضمور عضلي، قهم، هياج، 10% بالحالات بصير عندي إمساك وهبوط شرج في حالات نادرة. ما دائما بالظاهر داء زلاقي بإسهال 90%، 10% في إمساك. الأعمار الأكبر هو مرض مناعي، أليته مناعية، معناتها في عندي أعراض خارج هضمية، مثل إيش؟ فقر دم بعوز الحليد، معند على العلاج، تخلق العظام، العوز الحديد وعوز بي 12، عوز بي 6، ضيفه عوز بي 6، بي 6 بنقص، بصير عندي صرع، اختلاجات، أحيانا بالظاهر داء زلاقي باختلاجات، بيكون السبب عوز بي 6، ليش بي 6؟ لأنه في داء زلاقي، ضيفوه هاي. إذا عوز بي 6 وصرع بصير عندي، وتكلسات في الدماغ أحيانا بتظهر كمان. التظاهرات الهيكلية لخط، تخلق العظام، العضلية العصبية، طبعا ضمور عضلي، اعتلال أعصاب محيطية، صرع، هياج، تكلسات دماغية رنح، وأحيانا بصير عندي انحلال في عضلات الورك، ضيفوها. ولا تنسوا عوز الفيتامينات الكدة وخاصة فيتامين كاف، ضيفوها هي. إذا إضافات اعتلال عضلات الورك، انحلال عفر عضلات الورك، عوز فيتامين بي 6 بديلي لصرع، وعوز فيتامينات كده وخاصة فيتامين كاف. أحيانا بصير عندي تظاهرات غدية بشكل تأخر بلوغ، قصر قامة، الهيموسيدريس الرئوي اللي حكينا عليه سابقا، الإديوباسيك والجلدية، التهاب جلد والحاصات والقلاعات الفموية. يمكن يتظاهر لدي كمان يصير عندي لمفوما لا هوتشكي من النمط الخلايا تي، ويمكن يصير عندي وفاة. طيب الداء الزلاقي بيتظاهر بعدة أشكال، إما شكل كلاسيكي عرضي، شكل صامت، شكل كامن ومحتمل. شلون بنميزون؟ الشكل الكلاسيكي العرضي أساس شيء، تظاهرات سريرية هضمية وخارج هضمية وموجودات مخبرية ونسيجية إيجابية، كل شيء الزلمة عنده، هذا عرضي كلاسيكي ما بخبي حاله، تظاهرات سريرية هضمية خارج هضمية موجودات مخبرية نسيجية إيجابية. الصامت اسمه صامت لا عرضي، إيش اسمه صامت؟ ما الصامت هذا لا عرضي، تمام، بينما بيكون عندي موجودات نسيجية ومخبرية إيجابية. هذا بنكشف عادة على المجموعات الخطر العائلية، مثلا قلنا 10% في عندي عائلي، ربع ما بقية العائلة بيكون صامت ما في أعراض، بس بعمل اختبارات سريرية ومخبرية بيكون إيجابي. طيب النمط الأخطر بيكون الزلاقي الكامل، موجودات نسيجية سلبية بس في عندي أعراض اعتلال مئوي معتمد على الجلوتين. الداء الزلاقي المحتمل بتظهر بإيجابية الأضداد المصلية دون الدليل النسيجي، ومن الممكن تطوير أعراض، يعني بصنفيله تصنيف شوي صعب بس هيك تصنيفه، تمام. الموجودات المخبرية الضاد الترانس جلوتاميناز من النمط الاي جي اي هي الاكثر نوعيه وحساسيه، بتدل ايجابيتها العاليه وتعد الخطوه الاولى في تشخيص الداء الزلاقي. في عندي اضداد الترانس جلوتاميناز النمط الاي جي اي كمان هي موجوده، بس هذا الاختبار موجود بس عاده قليل حساسيه والنوعيه لكن مسحي ورخيص، بينما الاي جي اي بيكون غالي. إذا أنا بمسح المجتمع بروح أعمل له الـ IgG. هلا بنشوف في عندي خوارزمية في التشخيص، أضداد الإندوميسيوم من النمط IgA. انتبهوا يا جماعة في عندي نوعين الـ IgA، أضداد الترانسكلوتاميناز وأضداد الإندوميسيوم، تمام، وفي عندي أضداد الجليادين من النمط الـ IgE والـ IgG.
تمام. اذا ما بكفي اكتب انتي انتي اي جي اي شو اضاد الكلوتاميناز اللي اضاد اندوميسيوم اللي اضاد الجليادين. تمام لازم نعرف اين النمط. انا ما بكتب انتي اي جي اي بس بكتب اين هو اضاد التراز جلوتامينز ولا اضاد اندوميسيوم ولا اضاد الجلوتامين. بالخزعه اذا عملنا خزعه شو هي الموجودات النسيجيه بنشوفها؟ ضمور الذغابات، فرط تلسج الخبيئات، وارتجاع المصورات بالظاهره بالظهاريه يعني، وزياده معدل الانقسام للخبيئات. تمام هدول صنفوهم اربع مراحل حسب تصنيف مارش. ما كثير هامات انت حتى هدول ما بيجوك، بيجيك موجودات نسيجيه بكتب لك اياها المشرح المرضي تتوافق مع داء زلاقي. بالداء زلاقي فعاليه الانتروكيناز بتكون طبيعيه يضيفوها. التشخيص بيعتمد على الربط بين الأعراض السريرية والموجودات المخبرية ومستندات توافق نسيجي. عادة عند المرضى العرضيين بنعمل أضداد الترانسكلوتاميناز اي جي اي تمام، وبنعمل أضداد الاي جي اي اما كانت سلبية التشخيص غير محتمل، اذا كانت ايجابية بنحوله لطبيب هضمي لتقييم الحالة، مجموعات عالية الخطورة بنعمل لهم خزعة عفج. التشخيص الحديث بنعمل أضداد TJ2 تمام يا جماعة، ضيفوا هذا الجدول. هذا التشخيص الحديث، بنا على التشخيص القديم هذاك بطل. التشخيص الحديث نعمل أضداد الأنتي تي جي 2، إذا كانت أقل من 10 بنعمل إجراء خزعة معوية، أكثر من 10 بنعمل المستضدات الهلا الدي كيو 2 والدي كيو 8 وبنعمل أنتي إم إي آر. إذا كانت إيجابية خلاص شخصنا المرض وحمية مطلقة والتشخيص أكيد. إذا كانت سلبية بنعيد أضداد الأنتي تي جي 2 ويمكن نجري خزعة معوية. إذا الخزعة ما بنعملها دائما، هذا التشخيص الحديث. التشخيص القديم كان يعمل خزعة. خلوكم معي يا بضيفوه تمام. هلا بصوركم إياها الصورة، ببعتكم إياها على الصفحة كمان على الجروب. نعمل أضداد الأنتي تي جي 2، إذا كانت أقل من 10 نعمل خزعة تمام. وعندي يعني انا مشتبه، لا فوق العشرة خلاص انا باكد تشخيص معهود بايش؟ بالاضداد. بعمل اضداد الانتي اي ام اي وبعمل اضداد المستضدات المناعيه الهلا دي كيو 2 ودي كيو 2. اذا ايجابيه خلاص بعمل حميه والمرض شخص. اذا سلبيه برجع بعمل اضداد التي جي 2 بنعيدها. اذا طلعت تحت العشرة نفس القصه، فوق العشرة بنعمل او بنعمل خزعه معويه تمام. هاي التشخيص الأحداث في الداء الزلاقي. العلاج يا جماعة حمية خواريت الجلوتين مدى الحياة. ممنوع أسمع منكم وأسمع من طبيب والله دكتور كان ابني معه داء زلاقي وحميناه سنتين وطاب، ما في داء زلاقي إلا مدى الحياة. الحمية شو يا زملاء؟ تابعونا شو الحمية؟ عطيتوا صامت كان الموبايل خالي من البروتين. مدى الحياة الحمية قديش؟ مدى الحياة ايش الحمية يا زملاء؟ مدى الحياة. البروستيت ما بصير ياكلوه، ليش؟ فيه كعك. والبروستيت قطوب كعك او بصر ما شو بسموه في العربي اللي بغطوا فيه البروستيت تمام؟ كعك موكعك بسموه له شيء اسم تاني برسموك برسموس ماق اسمه عنا في تركيا ما بعرف شو بسموه في العربي. هذا ما بصير ياكله البروستيت ما بصير ها تمام. كل مشتقات القمح والشعير من الغذاء نعتمد فيهم. في عنا هون بالمولات في تركيا في كل دول العالم
مشتقات الذره، بسوي خبز الذره، اكلات بده الذره، ولا كانت خاص للداء الزلاقي سيليا. تمام. طيب، ودائما الاكلات الجاهزه نعتمد، حتى المرتديلا هي بحطوا معها خبز او كعك لما بسوي المرتديلا الجاهزه يعتمدوا. غالبا فشل العلاج بسبب ايش بيكون؟ عندي مشكله بالاكل، الولد عم سرب له شيء اكله غلط. دائما في عندي مشكله بالحديد، لازم نعطيه حديد، كلس فيتامينات. الشهيه والمزاج والاسهال مباشره تتحسن خلال اسبوع. الخبز عم بتعودي طبيعتها في غضون 1-2 سنة. يمكن اذا حبيتي تاكدي التشخيص ترجع تعطيه اختبار تحدي. تمام. بس بقى حد الولد مولد دراسه، اي اختبارات يعني نادرا ما نعملها. انا بعمل له حميه، بعمل خزعه، بعد سنه بشوفها تحسنت، برجع بعطيه بفكر له الحميه، بعمل خزعه بشوف الموجودات رجعت وجدت. هذا تاكيد تشخيص 100%، لكن هذا ما كثير بنعمل له اياه. تمام. طبعا التي جي 2 اللي حكينا عليها، الانتي تي جي 2 اللي بنعملها قلنا ببداية التشخيص، أكثر من 10 مع هلا إيجابي مع أنتي إي إم إي إيجابي، خلاص هذا داء زراقي. بس عملت له حمية بترجع طبيعية، ما بعتمد عليها بالتشخيص. انتبهتوا؟ مثل ما الخزعة بترجع طبيعية بعد الحمية، والتي جي 2 الأنتي تي جي 2 بترجع طبيعية بعد الحمية. ما مريت عمان الكل. طيب بس هدول صفحتين ناخذهم، الكبد والجهاز الصفراوي حذفوه، ذكروني انه هاد محذوفة، الكبد والجهاز الصفراوي ما اخذناه، بس ناخذ الصفحتين. بعد متلازمات سوء الامتصاص عند الاطفال، في عندي ضمور زغبات الخلقي من اشهر اسباب الاسهال المزمن. هدول معظم الاطفال بيظهروا باسهال افرازي مائي، حكينا عليه بتوري، منذ مائي منذ الولاده، معند على العلاج وسوء امتصاص شديد. هدول الاولاد كلهم بيموتوا، بدهم نزرع كولون، ما خرج ازرع لهم كولون وامعاء، لانه الزغبات ضامره، ما بصير عندهم امتصاص، اسهال مستمر. هذا بيورث بصفة متنحية. تمام. علاج زرع الأمعاء وسهال مائي منزل الولادة، هذا صعب جدا أعالجه. طيب العلاج يعني استخدموا له عدة علاجات، ما في أبدا التغذية الوريدية، حتى مع اعطاء التغذيه الوريديه بيستمر الاسهال، يضيفوها اذا ما موجوده. تمام. حتى مع التغذيه الوريديه بيستمر الاسهال. هذول غالبا العلاج الشافي لهم زراعه امعاء، يعني شغله شوي صعبه، عمره يومين ثلاثه وسهل وكذا، يعني شبه مستحيل لحين انقذه، معظمهم بيموتوا. شوفوا ولد بيولد اسهال اسهال، نايمه بالمشفى، نعمل له تحاليل يخطرنا وخزعه وما خزعه، يكون مات الولد. طيب بس لازم تعرفوه، خذوا امور الزغبات الخلقي، يعني من اعراضه انه اسهال مزمن منذ الولاده مائي، معند على العلاج وسوء امتصاص، والولاد غالبا بيموتوا. هذا من امراض المورثه بصفه جسديه متنحيه. فقد البروتين الشحمي بتا من الدم، هذا كمان اضطراب جسمي متنحي، دائما زملائها المورثات وين ما وجدت مطلوب مننا حفظه، متنحي مرتبط بالجنس قاهر. كمان هذا بتظهر منذ الولادة، بس سوء امتصاص هون شو؟ فقط الدسم، ما بيمتص الطفل الدسم بسبب فقط البروتين الشحمي بتا من الدم، هذا بيساوي لنا فشل نمو في السنة الأولى. طبعا ما في دسم بيمتص، البراز بيكون شاحب، ريحته كريهة، كبير الحجم مع تطبل بطن، في عندي اعتلال أعصاب ناتج ليش كده ما بتمتص، فيتامين اي بنقص، بصير عندي اعتلال أعصاب حسي وغياب المنعكسات الوترية، تطور الروح الحركي بكل هالأمراض بيكون بطيء متأخر. الأعراض المعوية عادة بتتحسن بعد العمر 10، وبتطور الرنح إذا بسن عبر 10 سنين. هذا سؤال قصة. ها تمام يا جماعة، طفل ولد
بإسهال وتطبق البطن بعد عمر 10 سنين تحسن إسهال وتطور لديه رنح، وبالظاهر عنده اعتلال شبكية صباغي في عمر 10 سنوات أو في سن المراهقة يعني. هذا غالبا فقد البروتين الشحمي بتا من الدم. التشخيص كمان بنشوف كريات حمراء مشوكة، تمام. انخفاض مستوى الكوليسترول، انخفاض قيمة الشحوم الثلاثية، طبعا ما بيمتصوا دول. المعالجة بنعطي الفيتامينات بنحلي بالدسم، طبعا اعطاء بخفف الحديثة الالتهابية والاعراض العصبية. ليش؟ عندي فيتامين اي بيساوي لي رنح، بيساوي لي مشاكل، لا، واعتلال الاعصاب اذا اعطيناه بخفف. بنستخدم عاده الاورطة الحموض الدسمه المتوسطه السلسله، واضح. قصه سريريه كثير بيجي لي هذا بالامتحان. طيب عوز الانزيمات المفككه للسكريات تؤدي لاسهال حلولي حابضي، وحكينا سابقا الفرق بين الاسهال الافرازي والحلولي. تسحج الإليتين، تطبل البطن والقرقرة نادرة ما بصير. هون سكريات حامضي، الإسهال بالسكريات حامضي، بالدسم تغيير رائحة. أشعة هي عوز السكروز الإيزومالتاز، بيكون هذا متورث بصفة جسمية متنحية، كله لدوم متنحية. الأعراض السريرية تطبل البطن، إسهال، فشل نمو، ما في عندي ألم بطني. عادة هدول عوز الأنزيمات، التشخيص بمعايرة الأنزيم في مخاطيط الأمعاء، هذا التشخيص الأكيد. تشخيصهم كله هدول بمعايرة الأنزيم في مخاطيط الأمعاء، وهدول اختبار النفس بغاز الهيدروجين، حكينا سابقا هدول عوز الأنزيمات في أول ناكل الإضافات. دائما بتحسن هدول بالحميه، بس عملت له حميه على السكر اللي عنده وعوض انزيم منه مباشره بتحسن الاعراض مثل الدازولوقي. الحاله الثانيه الشائعه هي عوز اللاكتاز الخلقي، الظاهر بشكل اسهال افراز انفجاري مائي تالي تناول اللاكتوز. اللاكتوز هو سكر الحليب، كمان نفس الشيء، تبدد بطن وقرقره وتسحج الاليتين. احيانا بالظاهر بألم بطني حول السره في سن المدرسه. عادة العلاج كله هدول شو بيكون؟ حذف الحليب من الغذاء، من هستخدمه بحليب خالي اللاكتوز. هون أنا بنزل على المول أيام بشوف حليب فري لاكتوز، أفيو لاكتوز، يعني FL للأولاد، بس حتى في الكبار بنشوفه فري لاكتوز، في حليب حلو بس محلى بسكاكر أخرى فري لاكتوز. طيب الإسهال مضيع للكلور، نشوفوا هذا عوز خلقي في نقل كلور في اللفائف في بعد استسقاء من يوسع عند الأم. العرض الأساسي حكينا سابقا إسهال مائي شديد، إسهال مضيع للكلور، وهذا بسبب نقل لا استقلابي ناقص الكلور إذا تذكرون، تمام. هذول ما في علاج محدد، يوصى بتعويض البوتاسيوم والحد من المأخوذ من الكلور، يعني نحدد كمية الكلور بياخذها الطفل. بقينا مرضين على السرير محكيون اعتلال الأمعاء المترافق مع التهاب جلد النهايات، من اسمه التهاب جلد النهايات، السبب عوز الزنك الثانوي لسوء امتصاصه. ليش؟ الزنك ما بيمتص، بصير عندي عوز وبصير عندي التهاب جلد النهايات. دائما الزنك بيعطيني أعراض هضمية وبيسوي لي إسهال مزمن، وحكينا سابقا دائما الزنك نعطيه بالإسهالات المزمنة، طفح حول الفوهات، يعني حول فوهة الشرج والفم وفي الأطراف، إسهالات مزمنة، فشل نمو، نادرا ما يحدث إسهال دهني. التشخيص بيكون تركيز الزنك منخفض، هو سببه نقص امتصاص الزنك. علاجه كتير سهل، الزنك يا جماعة، كل إسهال مزمن فكروا بإعطاء الزنك. قصور بنكرياس خارجي الإفراز، الإسهال هون بيكون إسهال دهني، دائما الإسهال دهني شاحب رائحة كريهة، فشل نمو، تطبل البطن، وعوز فيتامينات ونحلي بالدسم. هاي كل بوصفات الإسهال الدهني. أشياء سبب له
وأن أشع سبب لقصور بنكرياس خارج الإفراز شو أنه سابقا الداء اللي في الكيسي وذكرتوها. والتنازل الثاني هو شواشمان دياموند. العلاج يكون بالمعالجة الأنزيمية البنكرياسية المعيضة. ليش؟ في عندي عوز بالبنكرياس، شو بعطي؟ مثل ما حكينا بالسيستيك فيبروسيس الخمائر البنكرياسية. ودائما بالإسهالات المزمنة دائما لا ننسى إيش نعوض، نعوض بحلي الكدة الفيتامينات المنحلة بالدسم. آخر فقرة التحسس لبروتين حليب البقر عادة بتصنع في متوسط بالاي جي اي وغير متوسط. المتوسط بالاي جي اي بيحسس اسهال انفجاري مع قيادة نافورية وتطبل باطن بعد تناول حليب البقر بساعات. اذا الولد بتناول حليب بقر هذا بنشوفه ولد تكون عم رضع بصدر امه ما فيه شيء، هي بتعطيها رضعة فوربولا حليب البقر. مو بس حليب البقر اللي مشتري نحن السائل، حليب الصناعي نان كيكوز ميديلاك ميميلاك ايش بسموه الموجودات كله هدول حليب بقر. ها هذا مباشرة بتظهر متوسط بالاي جي اي، بصير عندي اسهال مزمن عفوا انفجاري بقيئات نافوريه تطب البطن، تقول لك الولد خربط شربته شربت حليب صار يسهل ويراجع وطبلت بطنه وصار بيجيك باعراض وزيز وشري وحكه واحيانا حتى بصدمه تحسسيه وتعقيه وممكن يموت. المو متوسط بالاي جي اي بتظهر باعراض اخف بعد اسبوعين من تناول حليب اسهال مزمن وبيجيني بالتهاب جلد تأتبي. التشخيص بيكون سريري وعلى طريق الحذف، بس بحميه من حليب البقر بتحسن الولد. ولا تنسوا بيرتفع الاي جي اي وخاصه بالشكل المتوسط له. الاختبارات الجلديه بتكون تفيد بالتشخيص، العلاج بحذف حليب البقر. بنعطي حلالات الحليب البروتينيه او حليب الحموض الامينيه بنعطي او حليب الام. عادة قد يحصل تحسن عفوي الولد بعمر 3 سنين نرجع بنحاول نعطيه حليب بار بنشوفه تحسن. هذا يمكن يصير معظم التحسسات يمكن تتحسن مع الزمن. شوف ولد عم تحسس من فلان دواء بعد فترة بعود ما بتحسس منه، بس ما من خاطر إلا بإعطاه بالمشفى. ليش؟ خاصة متوسط بالآي جي إي. والله كان عم تحسس من حليب البار وصار عنده صدمة أقية بعمر 3 سنين ما بحاول أعطيه حليب بار، إذا حاولت بقطيها بالمشفى. بكرة محاضرتنا الساعة 8:30 إن شاء الله. إذا خلصنا المحاضرة نأخذ التهاب الجلد، إذا خلصناها خلصت، ما خلصت نرجع نأخذ محاضرة تانية الساعة 12 الظهر. تمام لأنه عملي خالصين. تمام يا زبلاء نترككم عشان نطلعوا صلاة المغرب بقي 10 دقائق الأداء الأشياء وأقل. تمام يا زملاء، هذا عنده أي سؤال؟ عنده أي سؤال كذا؟ بكرة بيحكي شوي على الامتحان كمان. تمام يا رب موفقين ان شاء الله. السلام عليكم.